بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع المحاضرة رقم 3 الخاصة بحل اختبار أغسطس 2017 ضمن سلسلة حلول اختبارات البري كالكولوس. احنا الآن في سؤال رقم 3 بيقول لي simplify 3x power 4 minus 5x square minus 6x minus 2x square plus 4x plus 5. طبعا احنا لما بنعمل simplification انا هحاول اشيل البراكت ده واخلي قبل كل ترم منه نيجاتيف. تحولت المسألة 3x power 4 plus 5x squared minus 6x minus 2x squared minus 4x minus 5. 5x squared هتتشال مع negative 2x squared اللي هيتبقى منها 3x squared، وهنا negative 6x مع negative 4x هتبقى negative 10x. يبقى الفاينل انسر 3x power 4 plus 3x squared minus 10x minus 5. لو انا دورت فين الانسر دي موجودة الاقيها point D. يبقى احنا اللي اتعلمناه هنا في المسألة دي ان لما يكون عندي نيجاتيف قبل براكت النيجاتيف يدخل على كل ترم في البراكت، ولما بجمع او اطرح انا بجمع او اطرح الباورز المتشابهة، بجمع او اطرح المعاملات اللي مضروبة في اكس ليها باور متشابه. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.